السيطرة على اللعب، السيطرة على الكرة الجميلة من جانب بوسكيتس، لمسة رائعة وكرة لإنييستا بالكعب ونيمار، كرة صافرة وتسلل. الله على لقطة في منتهى الروعة بالكعوب، البرسا يلعبون بالكعوب لكن هذه اللقطة كان فيها تسلل على نيمار، فرصة كانت خطيرة جدا بالكعب الأول من جانب بوسكيتس، بالكعب الثاني من إنييستا، الكرة بعد ذلك يسارية